بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. كان عندي منهج في القناه دي ان انا اتكلم بموضوعيه وان انا اتكلم بشفافيه، واهم حاجه ان انا ما اقعدش اطبل علشان خاطر اجيب مشاهدات. بس مع الاسف كل اللي بتفرج عليه في الدوري المصري بلاقي فيه ان انا كنت ماشي غلط وان انا كنت ماشي عكس، لان ما ينفعش لا مؤاخذه ان انا اطلع متعادل مع طلائع الجيش 0-0 بسبب فضيحه ولقطه جدليه كبيره جدا. هي مش جدليه، الكوره دخلت جون اساسا والفار ما رجعش ليها، ولا ابراهيم نور الدين حد قال له استنى في جون واستنى في فضيحه هتحصل واستنى الاهلي معرض لخساره الدوري بسبب اللقطه دي، ولا حد قال له اي حاجه. في حين ان نادي الزمالك الناحيه الثانيه قدام وادي دجله بيتحسب له جون والكوره نازله على الخط بمتر، فنقعد كلنا نسال هو الزمالك بيتجامل بجد ولا في ناس عايز تسد الدوري للزمالك، ولا الدنيا ماشيه ازاي في الدوري المصري. عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، مفيش حاجه من اللي احنا بنقولها دي مش ممكن تكون حقيقيه. يعني عندنا هنا في مصر كل حاجه وارده ان هي تكون حقيقيه، كل الكلام اللي انت بتقعد تسال نفسك فيه ده ممكن يكون حقيقي، لان احنا محدش عندنا فاهم اي حاجه، لان الموضوع مش كره بس في الدوري المصري. فلما تقعد تتفرج كده لا ما هو الاهلي عنده مشكله جوه الملعب، هو الاهلي بدنيا ضايع، والاهلي مفيش روح ومفيش حماس ومفيش حتى مدير فني على الخط قوي جدا يقدر يسيطر على اللعيبه. مع متفق معاك جدا، الاهلي ما عندوش اجنحه، متفق معاك جدا، وبقولها لك من اول السنه ان طاهر محمد طاهر وكهربا وجونيور اجاييه وحسين الشحات دول اجنحه كنتاكي، مش اجنحه تاخد بيهم دوري. الحمد لله خدنا بيهم دوري ابطال، ولحد دلوقتي مش عارف خدناه ازاي، بس الحمد لله خدنا دوري ابطال. فلما نتعادل في الدوري او نتعثر ويكون الموضوع في الملعب بنسبه 100% عادي جدا ان احنا نتعادل، لان احنا فرقتنا مش بيرفكت زي ما احنا قاعدين نتكلم. بس لما اقعد اتفرج على مباراه الاهلي وطلائع الجيش والاقي ان الاهلي كان ممكن يطلع كسبان المباراه دي بسبب لقطه تحكيميه وبسبب لقطه بتدل على فضيحه وعلى فساد في الدوري المصري، فلا انا محتاج اتكلم. هتقول لي فضيحه وفساد؟ طبعا فضيحه وفساد، معلش يعني انا ببقى جاي اتفرج على الدوري المصري وانا بايع عيني، يعني كده كده جاي اتفرج على ماتش الاهلي عارف ان انا عيني هتوجعني من القرف اللي انا هتفرج عليه في الصوره. فلما مؤاخذه ما اتفرجش على صوره سيئه واتفرج على تعليق سيء واتفرج على استوديو اتش دي اللي هو انتوا عبط ولا عميان ولا بتنقلوا ايه؟ يعني المنتج الاساسي اللي انتم مدورين ان هو هيسوق لكم كل حاجه مش مهتمين بيه، ومهتم انت بالحاجه الفرعيه وهي التصوير في الاستوديوهات التحليليه، ومهتم بالتعليق على المباراه. يعني ده كله لازمته ايه وانت بتفرجنا على 90 دقيقه انا مش شايف منها اي حاجه؟ ده كل لازمته ايه؟ وتقول لي لا في لقطه جدليه، ايه هي؟ الكوره دخلت جون ولا لا؟ طب يا جماعه في كاميرات ورا الجون؟ لا مفيش كاميرات ورا الجون. طب في كاميرات ممكن نعمل لها زوم ان نشوف الكوره دخلت ولا لا؟ مفيش. طب في حتى عندكم تقنيه خط المرمى؟ لا ما عندنا. امال انتوا عندكم ايه يا باشا؟ عندنا سيف زاهر بيخف دم اهله في استوديو التحليل. الله، ما تقولوا كده بقى يا جماعه، قولوا ان انتوا كل الاهتمام عندكم بالسبوبه وان قصه الملعب وال90 دقيقه دول كان الله في العون. هتقول لي لا لا ما هو الاهلي كان ممكن يجيب جون بعد الكره بتاع ياسر ابراهيم دي، والشوط الثاني الاهلي عمل شوط كويس جدا لولا تالق محمد بسام. اقول لك يا عم بسام قدم مباراه كويسه جدا، ولاعيبه الجيش قدموا مباراه كويسه جدا، وعمرو جمال واحمد سمير عملوا مباراه كويسه، وكابتن عبد الحميد بسوني عمل مباراه كويسه. بس انا كنت ممكن اكسب الماتش ده، انا ما خدتش حقي. لو انا خدت حقي والجيش عمل عليا ماتش حلو اقول لك انا متفق معاك جدا، بس انا ما خدتش حقي، انا اتظلمت. وانا لما اتظلم محتاج ان انا اقول يا جماعه والله ان انا اتظلمت. فوقتها لما اكبر نادي في مصر يتظلم محتاجين ان احنا ندور على اصلاح، مش محتاجين ان احنا نقعد نلبسها في ابراهيم نور الدين. احنا محتاجين نتفرج على جوده محترمه في الدوري المصري. ما ينفعش ابقى خسران دوري بسبب لقطه زي دي وفي الاخر اقعد اتكلم حوالين ان المشكله في ابراهيم نور الدين. لا، المشكله في المسؤولين عن الكوره في مصر، المشكله في الناس اللي بتفرجنا على منتج رديء ومنتج سيء. يا رب يتعلموا من الفضيحه اللي حصلت النهارده دي، لان دي فضيحه. القصه مش قصه ثلاث نقط ولا قصه نقطتين اتاخدوا من النادي الاهلي، القصه قصه ان ده مش منتج تتفرج عليه الناس في 2021 في زمن ال 4K وزمن ال 8K. يا باشا احنا داخلين على تطورات كبيره جدا في عالم كره القدم، وتطورات كبيره جدا في عالم التصوير في كرة القدم، وانت بتفرجنا على 144، انت بتهرجوا يا جماعة، وناس بتتكلم على كل اللي بيحصل في الدوري. الموضوع مش زي ما انتم متخيلين يا جماعة، ده دوري، الدوري ضحك حرفيا يا جماعة. بتتكلموا في ايه والله؟ والله يا جماعة اللي بيحصل في مصر ده مش دوري. الكرة في مصر مش كرة قدم بجد، الكرة في مصر هي حاجات بعيدة عن عالم كرة القدم، يعني سياسة استقطاب على حاجات كتيرة جدا، بس الموضوع مش موضوع كرة قدم، لأن ده منتج كرة قدم ولا ده يعني ولا دي كوره بتتقدم. فاحنا محتاجين نتكلم في حاجات كتير جدا، بس الحاجات دي لو اتكلمنا عليها هنلبس كلابوش والقناه مش هيجي لها لا لايكات ولا سبسكرايبات، وهنلبس في الحيط وفي الاخر كده كده الدوري خلص. فمش محتاجين ان احنا نقعد نتكلم في الحاجات دي، لان الحاجات دي زي ما قلت لك كده بتلبس في الحيط. وعادي يا معلم الدوري نخسره عادي، ما انا خسرت قبل كده دوري سيد عبد النعيم، بس وقتها قلت عادي، قلت فرقتي اللي كانت سيئه. انما انا كنت سيء النهارده؟ اه كنت سيء. ما استحقش المكسب؟ لا استحق المكسب، انا ليا هدف ما اتحسبش، وانا مش فاهم لحد دلوقتي ما اتحسبش ليه. فما نقعدش بقى نتكلم كده مع بعض ونقول
تقول لي لا لا ما تطلعش حاجه. اطلع حاجه جه؟ انا بقول لك ان المنظومه كلها كفته يا اسطى. لو انت فرحان بالمكسب على وادي دجله فمن حقك، ولو انت عايز تفرح بالدوري فبرضه من حقك. فريقك استحق دوري؟ اه تستحق دوري. وانت وانا استحق دوري؟ اه انا استحق دوري. مين الفيصل؟ الملعب. والملعب خذلني ليه؟ لان هم مهتمين بحاجات غير الملعب. عرفت يا اسطى انا زعلان من ايه؟ لو انت عرفت ان انا زعلان من ايه ممكن تعمل لايك للفيديو، او ممكن ما تعملش اصلا، لان لو الفيديو ده اتشاف انا هتنفخ حرفيا، يبقى بلاها يا اسطى. اعمل اللي انت عايزه.